مساء الخير عليك يا كابتن، الكابتن هاني رمزي، ومساء الخير على الكابتن هيثم السعيد، وكل سنه وكل الشعب المصري بخير. ويمكن زي ما انت قلت يا كابتن هاني، يعني كلنا مشتاقين الحقيقه نتابع النادي الاهلي من جديد، نتابع التدريبات. جمهورنا بيبقى متعطش الحقيقه ان هو يتابع كل اخبار فريق النادي الاهلي من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. الاجواء الرمضانيه الجميله جدا، تكون التدريبات مسائيه، بتكون الحقيقه اجواء رائعه جدا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. اللي يمكن بنقول اسبوع عدى خلاص من الراحه، لكن الفتره اللي جايه كلها جهد وكلها شغل كبير جدا، تحديات كبيره بتنتظر للنادي الاهلي. انطلاقتها ان شاء الله بمشيئه الله تكون مباراه سيمبا التنزاني. توقيت المباراه الحقيقه مميز جدا، انت تكون فطرت وتبدا ان انت تستعد للمباراه في توقيت مساء، ما كناش معتادين على هذا الامر. عشان كده ان شاء الله باذن الله دي ممكن تكون مؤشر جيد جدا لفريق النادي الاهلي للتركيز الكبير وحسم ان شاء الله المباراه من المباراه الاولى. هي شوطين زي ما احنا عارفين، شوط اول في دار السلام في العاصمه طبعا او تنزانيا، والشوط الثاني ان شاء الله هنا في القاهره. لكن بناخدها مرحله مرحله زي ما مستر كولر معودنا. النهارده يمكن اول تدريب زي ما احنا عارفين لفريق النادي الاهلي بقياده مستر كولر، اللي يمكن على طول بيرجع من المطار على طول ساعات بسيطه جدا وبيتواجد في التدريب، معتاد على هذا الامر. احنا عارفين طبعا عندنا نقص عددي بالنسبه للاعبين اللي في المنتخب، عندنا لاعبين مصابين. لكن انا عايز اقول خبر مهم جدا بالنسبه لك كابتن هاني، وبالنسبه طبعا للكابتن هيثم السعيد وكل جمهور النادي الاهلي، كل طبعا الجماهير عايزه تطمن على امام عاشور، حاله امام الامور بالنسبه له عامله ازاي. يعني من خلال سؤالنا لرئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد جاب الله، يعني امام غدا بمشيئه الله صباحا هيجري العمليه في الكتف ان شاء الله باذن الله، يقوم بالف سلامه. تمت التجهيزات والتحضيرات والتنسيق بشكل كامل مع منتخبنا الوطني والجهاز الطبي والجهاز ايضا كمان الطبي للنادي الاهلي، وتم اتخاذ القرار ان امام عاشور ان شاء الله غدا صباحا هيتم العمليه اللي خاصه بيه في الكتف ان شاء الله باذن الله، تكون عمليه ناجحه قيمه الحقيقه مميزه جدا، واحد من اللاعبين المؤثرين في خلال منتخبنا الوطني او للنادي الاهلي. لكن ان شاء الله بنتمنى له كل السلامه ويعود من جديد ان شاء الله باذن الله امام، يسترد قوته من جديد ليشارك كل نجوم النادي الاهلي في المرحله القادمه. ده الجزء الخاص بالنسبه لي امام عاشور. يمكن كمان عندنا الشناوي ماشي بشكل طيب جدا، وصل للمرحله الثانيه من التاهيل. يمكن في مجهود كبير بيبذل من الشناوي الحقيقه، يعني كان عنده دقه كبيره جدا في تنفيذ البرنامج التاهيل الموضوع ليه بقيمه الشناوي الحقيقه، وبخبرته كقائد لفريق النادي الاهلي عارف ان اهميه عودته مهمه جدا جدا في خلال الوقت. لكن التاني مهم جدا للشناوي ايضا. كمان وسام ابو علي يعني ماشي في مرحله مهمه جدا من التاهيل، شفناه النهارده هو بيجري طبعا فردي لكن واصل لمراحل مهمه جدا في التاهيل. الحسم بالنسبه لوسام الحقيقه لمباراه سيمبا لسه لم يتحدد هذا الامر، هل ممكن يكون وسام متواجد في القائمه؟ لان احنا لسه كابتن هاني يا كابتن هيثم عندنا يعني مده 3 ايام كمان هتكون تدريبات على ان يغادر فريق النادي الاهلي يوم 27 ان شاء الله الى تنزانيا. يمكن كمان حسين الشحات بيواصل عمليات التأهيل. البرنامج الطبي الموضوع لكل اللعيبه الحقيقه، يعني الجهاز الطبي شايل شيله كبيره جدا الحقيقه الفتره الماضيه. لعيبه يمكن بترجع من المنتخب ليها اصابات، عندنا لعيبه بنحتاجها ان انت تاهل بشكل كبير جدا، لان انت العناصر كلها محتاجه ان تكون معاك خلال الفتره القادمه. لكن الامور طيبه الحمد لله لكل المؤهلين او كل اللعيبه المصابين. لكن يمكن زي ما قلنا امام هي الحقيقه الحاله اللي يمكن كل جمهور النادي الاهلي كان بينتظر ان هو يكون عارف امام ايه الامور بالنسبه له. غدا ان شاء الله بناكد على هذا الامر، تكون العمليه الخاصه لامام عاشور، وان شاء الله باذن الله يرجع بالف سلامه مع كل جمهور النادي الاهلي ومع لعيبه النادي الاهلي. كريم، يمكن محتاجين برضو نطمن على الناحية المعنوية للفريق. النهاردة انت ما عندكش وقت كبير، انت عندك يوم الجمعة المباراة على طول، يعني ما فيش وقت لعودة اللعيبة الدوليين، هتبقى آخر مباراة الفاينل هتبقى يوم الثلاث، يعني هيكونوا معاك من يوم الأربع، فلازم يكون ده يعني نطمن على الناحية المعنوية، لأن دي اللي ممكن تعوض أي نقص في الاستعداد للمباراة. بالتاكيد يا كابتن هيثم، هي نقطه مهمه جدا الحقيقه، ويمكن احنا على طول رهنا على الخبرات وعلى كباتن فريق النادي الاهلي الحقيقه. يعني الفصل مهم جدا والتحفيز مهم جدا وتجديد الدوافع والرغبه، الرغبه موجوده، لكن ان انت يبقى في حافز كبير وفي امل كبير جدا للتحدي القادم. جمهور النادي الاهلي الحقيقه كمان يمكن عليه عامل كبير جدا في شد من ازر اللعيبه والتحفيز، لان احنا اللعيبه الحقيقه لعيبتنا مجهده بالنسبه للمنتخب، بترجع 48 ساعه بتبدا تسافر الى تنزانيا او لاي دوله بتكون مشارك فيها النادي الاهلي فيها المباراه، ففي مجهود كبير بيبذل من خلال للمنتخب وايضا كمان المجموعه المتواجده مع مستر كولر. التدريبات الحقيقه تدريبات قويه، يمكن النهارده زي ما بنقول اول يوم، لكن المعتاد مع مستر كولر ان هو الراجل بيدي الجرعه التدريبيه للكل، مين يكون متواجد مين يكون متواجد في القائمه، الراجل بينتظر لاخر يوم في التدريبات. فعشان كده الحقيقه بنشوف الحماس الكبير وبنشوف كل لعيب عايز يحجز مكان، وده امر مهم. المصلحه كلها هي مصلحه النادي الاهلي، والهدف كله ان انت ترفع اسم النادي الاهلي عالي. لكن الحقيقه الشيء الايجابي جدا ان اي حد بيكون متواجد، اللي بيغيب بتلاقي واحد واثنين وثلاثه بيسد هذه الخانه. فعشان كده في وعي
كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي للمرحله القادمه. زي ما بنقول الرغبه موجوده، لكن ينقصني توفيق ربنا سبحانه وتعالى. هي مباراه صعبه زي ما كابتن هاني قال، يمكن التوقيت بس هو اللي احنا مراهنين عليه ان شاء الله. لعيبه النادي الاهلي بحماسها وبقوتها بشخصيه النادي الاهلي، كل الامور دي بالنسبه لنا احنا عارفينها، لكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى لو مع لعيبتنا في المباراه الاولى هتسهل الامور كثيره جدا. فان شاء الله باذن الله مع مرور الايام ثلاث ايام القادمين ان شاء الله قبل السفر، يعني ربنا يحافظ على لعيبتنا بس من الاصابات. زي ما بقول لك في حماس وفي جديه ان شاء الله باذن الله تكون السكواد كله مع فريق النادي الاهلي في مباراه سيمبا التنزاني. طيب كريم، يعني قبل ما نسيبك عايزين من خلال تواجدك مده الغياب قد ايه، ولا لسه الامور ما اتحسمتش مده غياب امام عاشور؟ طبعا ربنا يقومه بالسلامه، بكره زي ما انت قلت بكره الصبح في عمليه، لكن مده الغياب هتكون قد ايه؟ هل في لسه معالم واضحه لمده الغياب، ولا من خلال طبعا بعد العمليه نطمن عليه ومن خلال الدكتور ياكد على مده غيابه؟ يمكن طبعا يا كابتن هاني احنا هننتظر. طبعا نقطة مهمة طبعا حضرتك بتتكلم فيها، كلنا عايزين نطمن وجمهور النادي الاهلي عايز يطمن على امام، لكن يعني يمكن هي مشابهة شوية للشناوي، يمكن رضا سليم كمان كان في نفس الامر في نفس الاصابة، لكن هي بترجع للبرنامج اللي بيوضع لامام ومدى تنفيذه، يعني ممكن تكون المدة قليلة، لكن مش حابين نحسم هذا الامر الا غدا ان شاء الله، لان انت العملية برضو ممكن تشوف في الكتف في الترقوة ايه الامور بالنسبة للتشخيص الطبي او الريبورت اللي هيتكتب بعد العملية، لكن يعني مش عايزين نقول ميعاد على قد ما احنا بنتمنى له كل السلامة ان هو يعود من جديد. لكن المجهود اللي بيبذل الحقيقه من مجلس اداره النادي الاهلي بالتنسيق مع الكابتن خالد بيبو مع الجهاز الطبي مع جهاز المنتخب عشان توصل للمرحله دي، في امور مهمه جدا ان شاء الله باذن الله تساعد امام عاشور، والفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله تساعده في التاهيل، لكن مش قادرين نحسم هذا الامر الا لما يكون الامر الطبي بالنسبه لنا احنا يكون امر مهم جدا يا كابتن هاني.